وللوقوف أكثر على الوضع الاقتصادي في غزة في ظل حالة الإغلاق شبه الكامل للمعابر مع الاحتلال الصهيوني، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول. أهلا بك معنا سيد أيمن. أهلا بكم والتحية لجميع المشاهدين. أهلا بك سيد أيمن. يعني بداية، بعد مرور شهرين على تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة على خلفية العدوان الصهيوني، كيف تبدو الأوضاع في غزة اقتصاديا ومعيشيا؟ يعني غزة بعد العدوان حقيقة لو قارناها بالفترة التي سبقت العدوان، الوضع الذي تشهده غزة في هذه الأوقات هو الأسوأ منذ فترات طويلة. صحيح بأن قوات الاحتلال تروج في دعايتها الغربية بأنها فتحت المعابر وتقوم بإدخال المواد، لكن هو ترويج للاستهلاك الإعلامي فقط على أرض الواقع. على سبيل المثال، المواد الخام لا تدخل إلى غزة، الكثير من المواد الخام لا تدخل إلى غزة، مواد الإعمار لا تدخل إلى غزة، هذا مفهوم. يعني على سبيل المثال كما قلت، لو أردنا إنتاج منتج معين في مصنع يحتاج إلى 4 مواد خام، تقوم قوات الاحتلال بإدخال 3 من هذه المواد والمادة الرابعة لا تدخلها، بمعنى أن تبقى الأمور معطلة بالكامل. عشرات المصانع تعطلت بالفعل عن العمل بعد نفاذ المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، وعجلة الإنتاج توقفت بالكامل. المنحة القطرية التي كانت تدخل إلى قطاع غزة العدوان ويستفيد منها 100,000 أسرة فلسطينية من الأشد فقرا في قطاع غزة، وهي التي تحرك عجلة الاقتصاد نوعا ما في القطاع، كذلك توقفت. الكثير من المسائل باتت يعني في وضع مأساوي جدا. البيوت التي تم تهديمها من قبل الاحتلال الصهيوني، الآن المواطنين لا يجدون هذه البيوت ليسكنوا فيها، قاموا باستئجار منازل أخرى، لكن بالفعل لم يتم دفع تعويضات لهم كما وعدت الكثير من الجهات الخارجية. إذا الأمور بمجملها تشتد سوءا هنا في قطاع غزة، وبالفعل الأوقات نحن في وقت حرج، يعني كما يجري ويدور بعيدا عن وسائل الإعلام، يبدو بأننا في ساعات أخيرة ومهلة أخيرة من قبل الفصائل الفلسطينية تم توجيهها للاحتلال الصهيوني، إما إدخال المواد بشكل كامل وإما فنحن سندافع عن أنفسنا بكل ما أوتينا. نعم، يعني في هذا المجال سيد من أبواب مفتوحة على كافة الخيارات. نعم سيد أيمن، يعني بهذا المنحة هل تدفع القوات الصهيونية بهذا الاتجاه، باتجاه استفزاز الفصائل لعمل شيء ما، أم أن الموضوع يقتصر على ضغوط ل يعني تنفيذ شروط معينة من قبل الاحتلال؟ يعني رئيس وزراء العدو الصهيوني بنت يحاول أن يظهر بمظهر أنه الذي تمكن من إخضاع غزة، وهذا الأمر لن يكون. يعني على محطات التاريخ المختلفة، لا بنت ولا غيره يمكن أن يخضع أهالي قطاع غزة، لا يوجد شيء لتقصر غزة في القطاع، لا توجد قطارات ولا توجد مطارات ولا توجد حركة بحار وغيرها لتخشى غزة من أي تصعيد من الاحتلال الصهيوني. هو يحاول أن يضيع المنجزات التي حققتها المقاومة الفلسطينية بالفعل العسكري الميداني في مواجهة غطرة الاحتلال قبل نحو شهرين خلال اعتدائها على قطاع غزة، يحاول أن يجعلها تخسر ما حققته بالمنجزات العسكرية من خلال الضغط عليها بمحاولة الضغط على الشارع ليقوم بالضغط على المقاومة الفلسطينية لتنفيذ اشتراطات الاحتلال. طيب. العدو الصهيوني يحاول أن يربط مسألة جنوده المتواجدين لدى المقاومة الفلسطينية في مسألة كسر الحصار وإدخال المواد التموينية للقطاع، بينما تصر المقاومة الفلسطينية على أن تبقى قضية الأسرى قضية منفصلة لا علاقة لها بالمسائل المعيشية، وإنما هي تتعلق بالأسرى الموجودين في داخل سجون الاحتلال. هنالك الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون في داخل سجون الاحتلال، تريد المقاومة الفلسطينية أن تكون المعادلة الجنود مقابل الأسرى. بالنسبة لموقف الدول الضامنة سواء من إغلاق المعابر أو حتى من تجميد إعادة الإعمار، ما موقف الدول الضامنة السيد أيمن؟ يعني الجميع يدرك بأن الدول الضامنة كانت تخرج بضمانات إعلامية
ولا تقوم بالضغط على الاحتلال بالمستوى المطلوب. لأجل ذلك المقاومة في أكثر من حوارات داخلية مع الوسطاء الذين كانوا يتدخلون ما بين المقاومة وقوات الاحتلال، كانت تقول بإمكاننا أن نضمن الاحتلال بسلاحنا ما دام سلاحنا بأيدينا وفقط. يعني والاحتلال الصهيوني يدرك هذه الحقائق. قبل عدة أيام اشتعلت هنالك العديد من الحرائق في مناطق المحاذية لقطاع غزة من قبل إطلاق العديد من البلالين الحارقة. اعتادت قوات العدو الصهيوني أن تقوم بالاستهدافات والرد على هذه الحرائق التي تجري في عمق قطاع غزة، لكن في تلك الليلة خرج تحذير شديد اللهجة من المقاومة الفلسطينية إلى الاحتلال الصهيوني من خلال الوسطاء بأنه في حال قام الاحتلال الصهيوني باستهداف أي مناطق في قطاع غزة فلن يقابل بالسكوت كما في كل مرة، وإنما ستقابل النيران بالنيران. الآن ما هي الأوراق المتاحة أمام السلطات في غزة لحل هذه الأزمة برأيك؟ يعني غزة تحاول أن تخرج من هذه الحالة بأقل الأضرار الممكنة. صحيح بأنها لا تريد عدوان مع الاحتلال ولا تريد تصعيد عسكري مع الاحتلال، لكن العدو الصهيوني يدرك بأن كثرة الضغط تولد الانفجار في نهاية المطاف. لا يمكن أن تبقى غزة إلى الأبد تستجد الاحتلال بأن يقوم بإدخال مواد الإعمار ومواد البناء والمواد التي كان يدخلها قبل العدوان على غزة. لا يمكن أن تبقى إلى الأبد تستجد هذه المسائل، وفي النهاية الكثير من المسائل كما قلنا تجري في الغرف المغلقة ما بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وما بين الوسطاء. غير أن الوقت حقيقة نحن نستطيع القول بأننا في الوقت بدل الضائع، والاحتلال الصهيوني قد يتحمل مسؤولية أي انهيار للتفاهمات مع المقاومة الفلسطينية، فتثبيت التفاهمات كما كان متفقا عليه، تثبيت التفاهمات يكون من خلال فتح المعابر بشكل كامل، إدخال المواد الكاملة لقطاع غزة وكسر الحصار، هكذا تثبيت التفاهمات. أما إن أخل الاحتلال الصهيوني بهذه الشروط فكل الأبواب وكل الخيارات بكل صراحة. هل هناك سيد أيمن هل هناك أوراق ضغط حقيقية تستطيع يعني السلطات والمقاومة في غزة الضغط على الاحتلال بها؟ نعم بكل تأكيد هنالك الكثير من أوراق الضغط لدى المقاومة الفلسطينية. أول أوراق الضغط هو الاحتلال يدرك بأن بإمكان المقاومة الفلسطينية في ساعة واحدة أن تشعل مناطق الغلاف. أكثر من 1,000,000 صهيوني سيصبحوا تحت رحمة الحرائق التي بالإمكان أن تصنع من خلال بالونات حارقة يتم إطلاقها من قطاع غزة. هذا أحد الأوراق. الورقة الثانية، بإمكان قطاع غزة أن يخرج بمسيرات على الحدود المحاذية للقطاع، وهو ما لا تريد قوات الاحتلال والمتظاهرون الذين يتعرضون لهذا الحصار الغاشم. بإمكانهم أن يجتازوا الأسلاك نعم. الشائكة على امتداد قطاع غزة وإرباك ساحة الاحتلال في الداخل. نعم، إذن الصحفي وصلت الفكرة. الصحفي الفلسطيني أيمن دلول كنت ضيفنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك.